يوم الغضب الفلسطيني في دمشق وعدد من المدن السورية خرجت وتخرج يوميا المسيرات المؤيدة لفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. عندنا ثورة، عندنا فلسطين، عندنا أرض، اللي تعب يتنحى واللي فشل منغير المدافع ما منغير القضية زي ما قال غسان كنفاني. إحنا وياهم والثورة تبعيتنا مستمرة وسنزحف إلى فلسطين. يقتلون واحد منا بيطلع 10، بيقتلوا 10 بيطلع 20. بقول الله ينصر أهالي غزة، الله يكون معاهم بزمن الناس كلها ميتة. على فكرة هن اللي عايشين هلا فاكرين حالي عايشين، هن ميتين، هن لا لهم قيمة ولا احترام، ولا حدا بتطلع فيهم. النصر لأهل غزة وللأقصى، أقصانا أقصانا أقصانا، وفلسطين إلنا وفلسطين إلنا. من كل الأعمار رجالا ونساء، كبارا وصغارا، وبعزيمة غابت خلال السنوات الماضية، إلا أن الجيل الثالث من أبناء الشتات لم ينسى حقه بالعودة إلى وطنه. نحن الجيل الثالث بعد النكبة، نحن الجيل الثالث اللي عانينا كتير برا فلسطين، نحن الجيل الثالث اللي ما قدرنا نقاوم مثل ما بيقاوموا أخواتنا بال 48، بس نحن الجيل الثالث يلي رح نقدر ناخذ الكفاح، رح نقدر نكسب الرأي العالمي معنا وضد البروباغندا وضد غسيل دماغ الصهيوني والأمريكي. فأرض الله غزة هو مزرة بحق الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني المظلوم. فعلينا كأمة عربية وإسلامية أن نقف جانب غزة، بل واجبنا أن نكون أمام ومع أهل غزة الشرفاء المناضلين الذين يعملون في المقاومة لأجل حقوقهم المسلوبة على مدى 75 عاما. مخيم اليرموك ورقم الدمار الذي طاله خلال سنوات الحرب لم ينسى سكانه من فلسطينيين وسوريين قضية مأساة أخوتهم في قطاع غزة، مرددين هتافات وتحديدا من دمشق هنا غزة. هتافاتهم وشعاراتهم من كل المخيمات الفلسطينية في سوريا اجتمعوا هنا في مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني. خليل هملو، القاهرة الإخبارية، عاصمة الخبر.